بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا بداية موسم زراعة البطاطا الحر بدأ من شهر 5، والقطيف بيبدأ اللي هو من شهر 8. فاحنا لما قبل فترة كنا نتصدر برا كانت الأسعار كويسة، والمزارع يستفيد والعامل يستفيد يشتغل وتمام التمام. لقيت فيش تصدير للبطاطا، يعني كنا قبل نقطع مثلا في اليوم ان 1000 كرتونة او 2000 كرتونة، لقيت 1200 كرتونة للسوق المحلي، والسوق المحلي بيستوعبش الكميات المزروعة عند المزارعين. لا يعني انا كان مزارع عندي مثلا 50 دولم على حال، هذا كل يوم اخلع لي 50 بوكس، بدي 4 شهور لما اخلص البطاطا، حتضيع علي الموسم الثاني اللي ورا الزرع هذا. فمناشد القوات وزارة الزراعة والجهات المختصة عندنا انهم يساعدونا على التصدير سواء للخارج او للداخل، بتحرر بتنشط الحركة عند المزارع وعند العامل وعند التاجر.